إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة حول بطاريات الشحن. صراحة يعني حذرنا عدة مرات يعني لأن درجة الحرارة لها تأثير على بطارية الشحن على جميع هواتف كما يكون نوع الهواتف. إذن اليوم أمامكم هاتف وهو من العجب العجاب، انظروا. إذن مع يعني درجة الحرارة التي هي مرتفعة ونعيشها هذه الأيام، انظروا إلى هذا الهاتف. هذا الهاتف تم انتفاخ البطارية انتفاخ غير عادي، لدرجة انه يعني تم كسر الغلاقة ديال الهاتف، تم الكسر ديالها، تم الكسر ديال الغلاقة ديال الهاتف نتيجة الضغط التي يتم من قبل بطارية الشحن بطريقة الدفع التي يتم الانتفاخ بها. يعني هذا الباتري تم انتفاخه حتى يعني كسر هذا العظم كما ترون التابع له، وهذا العظم ليس بلاستيكي فهو من الحديد، وتم فرقه عن البلاستيك المادة البلاستيكية بقوة الضغط. لهذا سبب انتفاخ البطارية ما هو؟ هو الحرارة المرتفعة. يعني اليوم نعيش درجة الحرارة تحت يعني 45 درجة إلى 46، وترى يعني الناس تضع الهاتف في الشحن ويعني تتركه في البيت في مثلا هناك بيوت تكون بها درجة الحرارة جد مرتفعة نتيجة يعني البناء المرتفع مثلا الطابق الثاني أو إلى آخره، وتكون الحرارة مرتفعة، وترى الناس يضعون يعني الشحن على الهواتف ويتركون الهواتف نائمة تشحن، وهذا يكون به ضغط خطير على البطارية. فالبطارية يعني إذا كان هناك درجة حرارة جد مرتفعة ممكن أن يتم الانفجار وليس الانتفاخ هكذا، لأن هذه البطارية إذا تم الانتفاخ لهذه الدرجة وانتفخت أكثر من هذه الدرجة فسيكون هناك ضغط على البطارية من الفوق ومن التحت، فيكون انفجار في البيت يعني نتيجة هذا التهور الذي نراه والذي يعني نسترسل معه ولا نكون حذرين. فانتبهوا بارك الله فيكم، يعني في هذه الظرفية وفي هذا الجو يعني درجة حرارة جد مرتفعة الشحن يا إما يكون في أماكن يعني بها شيء من البرودة أو بها درجة الحرارة منخفضة شيئا ما، أو يكون هناك يعني حذر مع الهواتف. إذا وضعت الهاتف في الشحن يعني نصف ساعة إلى ساعة يتم يعني نزع الشحن من الهاتف، سواء الهواتف القديمة أو الهواتف الحديثة، فهذا يعني ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين. فكم من بيت تم احتراقه بسبب هذه المواد التي هي موجودة داخل هذه البطارية. ولهذا نكون قد قدمنا لكم هذه المعلومة وهذه النصيحة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.